كتير في حياتنا بيبقى عندنا ضغوط وبنبقى مركزين في حاجات وبنشتغل في حاجات، لكن بعد شوية بنحس ان طاقتنا قطعت، بنحس ان الشحن خلص، وده ممكن يسبب اكتئاب وممكن يسبب حاجات كتير وممكن يخلي ناس تبطل تشتغل وممكن يخلي ناس تكتئب. في ناس كتير بتمر بالفترة دي. ازاي بقى تقدر نعيد شحن نفسنا؟ ازاي نقدر نشحن طاقتنا؟ ده اللي هنتكلم فيه دلوقتي في فقرتنا مع ضيفتنا اللايف كوتش سلافة عبد الغفار. صباح الخير. صباح النور. اولا ازاي البني ادم بيحدد هدفه قبل ما يخش في يعني يوصل لمرحله القفله دي؟ خلينا ناخدها من الاول. اوكي. الهدف الانسان بيحدده علشان يمشي في طريق ويجتهد ويتعب روحه، ازاي اصلا البني ادم المفروض يختاره؟ طيب قبل ما نجتهد ونتعب روحنا ونبدا في المجهود ده، تعالى كده نتفق على حاجه. النهارده الجو كويس ولطيف، وممكن نفكر ناس كتير عايزه تخرج، يعني مثلا ممكن النهارده اخد الاعداد عندكم، هنادي تعبت معايا جدا واتكلمت معايا كتير، فانا عايزه اخدها ونخرج، وقررنا ان احنا نروح مشوار مع بعض. فانا قلت لها انت بتثقي فيا في الخروجات؟ هي ست قالت لي طبعا بثق فيكي، يلا بينا نخرج ونروح اي مكان. تمام معاكي فلوس؟ طب اديهاني. خدت منها 50 جنيه، طلعنا بره، ركبنا اول حاجه قابلتنا ورحنا. فجاه لقيت الراجل بينزلنا عند المطار، فقالت لي ايه ده يا سلافه، في ايه، احنا فين؟ اه معلش اصل انا للاسف ما قلتش للراجل احنا رايحين فين، 50 جنيه خلصت، راح منزلنا هنا. جيت يوم تاني قلت لها بصي انا اتعلمت من اللي فات بقى، فانا المره دي هاخدك مكان جميل وهوضح للي انا هركب معاه ان انا عايزه اروح مكان جميل. ركبت، خدت منها 50 جنيه تاني وهي ادتهم لي، وركبنا مع بعض ورحنا. لقيت برضو ان احنا رحنا مكان جميل جدا، مول، بس هنادي طلعت ما بتحبش المولز اصلا، ما بتحبش انها تقعد في مول ولا تعمل شوبينج ولا الحاجات دي. ده بالظبط اللي بيحصل لما احنا بنبقى ماشيين في طريق ومش عارفين احنا رايحين فين، او ايه البوصله بتاعتنا، او ايه اللي انا بحبه، ايه اللي انا ما بحبوش، ايه اللي انا نفسي اعمله النهارده، او ايه اللي نفسي اعمله بكره. ده بيسبب لي ايه لما بيحصل؟ احباط. بخسر ناس، ثقتي في نفسي ممكن تقل، علاقاتي مع الناس دي هتبدا تبقى فيها شك، والناس دي ما تبقاش عارفه ان هي تثق فيا مره تانية ولا لا، بالاضافه ان انا بكون ضيعت ريسورسز كانت عندي او موارد زي ال 50 جنيه، مجهود وطاقه راحت، ولا انا انبسطت ولا هي انبسطت. فذاتس واي، او ليه احنا بنقول ان لازم يبقى عندي هدف، سواء كان كبير او كان هدف صغير، بدايه من ان انا هصحى النهارده عايزه ابقى مبسوط، لغايه ان انا عايزه ابقى منتج، عايزه اشتغل، حاجات كتير كبيره وصغيره دي بتبقى بالنسبه لنا الاهداف. طيب يعني انا عشان ما اوصلش لمرحله القفله دي وان انا اقطع النفس وان انا اقول بطاريتي خلصت وانا مش قادر اكمل واشد في شعري وحاجات كده، يبقى انا لازم يبقى عندي هدف محدده من الاول علشان يبقى المجهود موازي للنتيجه. بالظبط، عشان ابقى انا في الاخر مبسوط بالنتيجه دي او دي نتيجه. النجاح تفسيره او تعريفه بيختلف مني ليك، ممكن تبقى شايف النجاح في حاجه وانا شايفها في حاجه تانية. فعشان قبل ما نتحرك في طريق الهدف، قبل ليها خالص، لازم ابقى انا عندي كده حبه اسئله جاوب فيهم عن نفسي، اللي هي بيسموها الاويرنس، او ان انا ابقى عارف نفسي انا ايه الحاجات اللي بتبسطني، ايه الحاجات اللي انا كويسه فيها قوي، طب ايه الحاجات اللي انا ممكن اكون محتاج ان انا اشتغل عليها. طيب لو انا قررت النهارده كأم مثلا ان انا عايزه انفست في ابني او استثمر في ابني ان هو يلعب رياضه، طب ايه اكتر الالعاب المناسبه ليه، ايه هو نقاط القوه اللي عنده. طب ما تخلينا نقسمها تقسيم اوضح شويه، ان انا يبقى عندي هدف بعيد وهدف قريب، وعشان اعرف الاهداف اللي في النص ارسم خط كده ما بينهم هما الاثنين. يعني اكسر الاهداف زي ما انت تقريبا تقصد ان انا اكسر هدفي الكبير مثلا، انه في الاخر يعني يبقى عندي وجهه نظر ان انا هدفي في الاخر ايه، ان انا عايز ابني يلعب العاب، المهم انا في الاخر انا شايفه ازاي، عايز اوصل بيه ان هو يبقى ايه. وابتدي اشوف بقى اول هدف على الطريق للهدف الكبير ده ممكن يكون ايه. بالظبط، عشان كده لازم يبقى في مجموعه من الاسئله. الاول تعرفني ابني شاطر في ايه، انا ممكن اكون عايزاه يلعب جمباز بس اكتشلي هو ما ينفعش يلعب الجمباز، او كره قدم وهو ما ينفعش يلعب. تقييم للموقف اللي انا فيه. يس، لاول خطوه قبل ما احدد هدفي ان انا ابقى مقيم نفسي انا فين دلوقتي وعايز اوصل لفين. فانا فين دي معناها ان انا ابقى عارف ايه نقاط القوه بتاعتي، نقاط اللي انا محتاجه اشتغل عليها، ممكن المكاسب اللي هتحصل لي لو انا حركته في الهدف ده، وايه الحاجات اللي ممكن تبقى شويه بتوقفنا فابقى واخده بالي منها من الاول. ولازم كمان ارجع خطوه ورا كده وابص بموضوعيه كده، ما بقاش بالزبط. اللي هو ايه متفائل انا نفسي ابني يبقى دكتور فهو هيبقى دكتور وخلاص يعني. بالظبط، لازم ارجع فيها لناس ممكن يكونوا ليهم خبره في المجال ده زي الكوتشز نفسهم، ان هم يساعدوني هل انا بختار صح ولا لا. لو في الدراسه يبقى انا محتاجه ارجع لمدرسين ابني لتاريخه او الحاجات اللي هو كان بيعملها كويس في الدراسه، هو ميوله كانت ايه الاكتر، واهم من ده انت تساله هو عايز ده ليه. طيب خلينا نعمل جامب
لانه كلام نظري الجميل، واكيد الناس سمعت الكلام ده كتير. نسبه كبيره من الناس ماشيه بالقصور الذاتي في الحياه، هو دخل الكليه بالشكل الفلاني، اتخرج اشتغل بالشكل الفلاني وماشي مع الطريق بتاعه، ما بيفكرش كتير، ما بالنسبه له فكره ان انا اعيد تقييم الموضوع وان انا احدد اهداف من اول جديد. طب واللي فات؟ ونظريه الاستخسار، ان انا استخسر اللي فات مع انه ممكن اللي يضيع جاي ممكن يبقى اكتر. طيب لو حد حس بده، ان هو حاسس ان هو مش مبسوط وحاسس ان هو مشي في طريق مش حاسس ان هو سعيد فيه، المفترض ان هو ازاي يقدر يعمل الوقفة دي علشان يقدر يعيد تقييم ويبتدي يغير اتجاهه او يكمل بشكل افضل؟ اوكي، بس هو اللي انت بتقوله ده تقريبا بيحصل لنا كلنا في حاجات كتير ممكن تكون بتنجح فيها. ليتس سي مثلا دلوقتي احنا داخلين على رمضان، في ناس هتاخد اجازه فتره الصيف، انا عايزه اخس، قررت ان انا عايز اخس مثلا، والله حطيت لنفسي الجول ده وفجاه لقيت نفسي انا خسيت شويه بس برجع تاني، او انا خسيت شويه بس مش زي ما انا عايز. انت نقيتي الموضوع اللي هو عذاب بالنسبه لناس كتير، يخسوا 200 جرام ويتخنوا 2 كيلو بعد عادي كده. جدا بالظبط. فتعالى ناخد ده ونعمله از ان اكزامبل. انا دلوقتي انا عايزه اخس، لما ابدا افكر ان انا عايزه اخس اصلا اشوف انا حطيت لنفسي الاول الهدف بتاعي كنت عايزه اوصل لايه. انا دلوقتي عايزه اخس مثلا 5 كيلو في خلال ايه، في خلال السنه قبل عيد ميلادي مثلا، عايزه ابقى اتاكد ان انا وصلت ان انا خسيت 5 كيلو. فجاه انا مشيت كيلو تمام اول شهر، وبعدين رجعت تاني نزلت 2 جرام 200 جرام، وبعدين رجعت تاني زدت 2 كيلو. ساعتها في حاجه بتبقى مش مظبوطه في الهدف او في الجول اللي انا عملته لنفسي ده. لما انا قررت ان انا اعمل الخمسة كيلو قدامي سنه بقى، فانا مريح، انا اشتغل الشهر ده ما اشتغلش الشهر ده. عشان كده اول حاجه لازم انت هتلاحظها في كلامي ان انا حددت الهدف، انا عايزه كام كيلو، هو وفي قد ايه وفي مده قد ايه، بس المده دي كمان طويله. فزي ما انت قلت في الاول احنا بنكسر الهدف بتاعنا لحاجه صغيره، انا هكسر الخمسة كيلو دول على ال 12 شهر، يعني تقريبا انا محتاجه 500 جرام كل شهر. فبالتالي لما هيجي شهر ما يبقاش عندي فيه خسيت ال 500 جرام، ده اللي ابدا اريفيزيت تاني او ابص على الموضوع مره تانية. لكن لما انت قلت انا زدت، انا نزلت 2 كيلو ورجعت ال 2 كيلو مره تانية، فانا كده بكبر الهدف قوي رغم ان الهدف اصلا كان صغير. فلازم تحدد الهدف وتحدد بيتقاس ازاي، وغير ان هو بيتقاس ازاي في وقت قد ايه وتكسير الوقت ده، يعني ما استناش لغايه ما السنه تعدي واقول ايه ده انا بدل ما اخس. انا اي طريقه واقعيه ان انا اعمل ده، لا اطولها على نفسي قوي ولا اقللها قوي بالظبط، ولا هولها ولا اسهلها. بس في نقطه مهمه ناس كتير ما بتعرفش تعملها، ان هم يبقى عندهم الاصرار والاستمرار. يقول لك هو النهارده يعني خلاص حاجه جت على النهارده، ويا اما الدنيا تبوظ خالص يا اما يقرروا ان هم يجوا زي التلميذ اللي داخل يذاكر قبل الامتحان على طول، فيقرر ان هو بقى يعوض كل حاجه في شهر واحد. بيحصل برضو ده كتير، لان لو احنا مش رسمين الحاجه صح فالدنيا هتمشي كده. بس ازاي اطلع بقى من الحته دي؟ ازاي ان انا ازود ثقتي في نفسي او ارجع الاصرار وارجع للعاده الكويسه ان انا بروح لدكتور دايت او بروح للجيم او بعمل الحاجات ده؟ في ناس كتير قوي بتشترك في الجيم وبعدين فجاه انا دفعت الاشتراك رحت مره بقيت الشهر ما روحتش عادي جدا. فانا محتاج ساعتها ان انا يبقى عندي حاجه اسمها اللي هو السبورت او الدعم الاجتماعي. يعني انا كويس انا حطيت هدف ورسمت الهدف بتاعي صح وفي وقت مظبوط وهدف اقدر احققه، لان 500 جرام كل شهر مش حاجه كبيره على سنه. بس انا محتاج كمان ان انا الاقي ناس بتدعمني. يعني ما ينفعش ابقى افكر اعمل دايت مثلا واروح اشتغل في مصنع شوكولاته، هيبقى صعب جدا عليا، لان انا ساعتها الشوكولاته دي هتبقى قدامي على طول، انا بحب الشوكولاته. او ان انا اول ما اخس اروح اكافئ نفسي باكل متينه. ايوه فكره المكافاه بقى، لا انا خسيت ال 2 كيلو دول فانا لازم، انا بحب نفسي فانا لازم اروح اعمل لها الحكايه، او انا عايزه اقرا 10 كتب فانا قريت في الاخر الاقي نفسي ما قريتش ولا حاجه طول السنه. طب خلينا في موضوع الدايت ده، لانه ده تحديدا يعني ده من مسببات الاكتئاب، وده من الحاجات اللي بتخلي الناس فعلا تحس ان هي نفسها اتقطع، واثاره بتبقى يا اما اكتئاب يا اما بتتحول لضغط على النفس بشكل هستيري جدا. طيب. والناس تحاول تخس بسرعه جدا. طيب. وده بيكون ليه عواقب عنيفه، لانه ممكن ونفسية. يتسبب في بعد الشر سوء الكلى، لانه فقد الدهون بشكل سريع جدا، الكلى مربوطه في الجسم بشويه دهون يعني. فبيبقى اثاره على الناس
بتبقى صعبه جدا، وممكن تتسبب في اثار صحيه بجد فيها مشاكل كبيره اكتر حتى من الاكتئاب. احنا في الكوتشز بيجينا سيشن او بيجينا ناس كتير بيبقى عندهم نفس اللي انت بتقول عليه ده، واكشلي احنا ساعتها لازم نفكر معاهم، هو انت عايز تخس ليه؟ لازم يبقى عندي حاجه اسمها انتنشن او النيه. عشان كده في كلمه وعلى نياتكم ترزقون، دي كلمه مش قليله ومش هينه، هو فعلا ايه نيتي من ان انا اخس؟ هل انا عايزه اخس مثلا عشان اقدر اتعامل في حياتي بشكل افضل، اقدر العب مع ابني بشكل احسن، احس ان انا راضي عن نفسي بشكل اكتر؟ لازم يبقى عندي هدف من اللي انا بعمله، لازم ابقى عارف كويس قوي نيتي من ان انا اخس. ومعنى الخساسين بالنسبه لي ايه؟ هل معنى ان انا عايزه اخس ده ان انا عايزه ابقى زي المودلز مثلا وابقى فيري سكيني وابقى نحيف جدا لدرجه المرض، ولا انا عايز اخس بشكل معين؟ فلازم افهم الاول كلمه خساسين بالنسبه لي معناها ايه، لان انت ممكن تخس وكتير جدا وتبص لنفسك في المرايه برده مش مبسوط، وتختار حتى اللبس بتاعك مقاساته اوسع من المقاسات اللي كنت المفروض تجيبها، لان انا لسه عندي نفس الصوره ما اشتغلناش عليها او ما غيرناهاش بتاعه هو ايه معنى الخساسين. فلازم يبقى عندك معنى عايز توصل له من الخساسين ده. بعد ما تحدد المعنى من الخساسين هنبدا نشتغل بقى، طب انا خلاص انا خسيت الجزء ده، المكافاه ما ينفعش اجي اكافئ نفسي واروح اكل. الخسان بالذات بيتقال عليه ان هو لايف ستايل، هو اسلوب حياه، يعني انا قررت ان انا استبدل الخسان والرياضه تحديدا الجيم او الرياضه او الخسان. فعلا الناس بتبقى بصلها، لازم ابقى عارف انا عايز اوصل لايه من الخسسان. لو انا بشكل مرضي لا، ده محتاج اعمل حاجات تانية وافكر بشكل تاني، ان مهما خسيت هفضل ارجع تاني للسايكل دي واوصل للويت اللي انا عايزه وارجع تاني اعيد مره تانية. لازم ابقى حد انا عايز ايه من الخسسان. هل صحيح انه الانسان لما بيكرر حاجه 13 مره بتتحول لعاده؟ والله يعني هو ما فيش حاجه علميه بتثبت الكلام ده، بس تكرار الفعل بيخليها عاده، وجود الحاجه اللي تسابورتك او ان الاصحاب اللي يسابورتوني، ان انا يبقى بستخدم السوشيال ميديا تسابورتني هتخليها عاده عندك، انك تبقى بتكررها حتى ولو النجاح فيها مش لازم يبقى 10 من 10، بيبقى مثلا 1 0 ل1 ده يعتبر نجاح، فده بيخليها فعلا عاده. طيب خلينا نروح بقى للنقطة الأساسية اللي هنتكلم عليها النهاردة. احنا كده عملنا مقدمة محترمة. طيب لو وصلت لنقطة الإحباط وإنه مفيش فايدة وإن أنا مش هعرف أخس أو مش هعرف أعمل أي مكان إيه، تمام، النقطة دي إنسان بيبقى فيها ضعيف جدا وممكن يضر نفسه وممكن يعمل حاجات كتير، لكن بيبقى من الصعب جدا كمان على البني آدم إن هو يقدر يشحن نفسه تاني، وان هو يقدر يرجع تشيز ويقبل على الحياه ويبتدي تاني من اول وجديد. ازاي يقدر يعمل التغير ده؟ يبتدي منين؟ طيب التغيير علشان يحصل لازم نبقى عندنا الاول ان نفتكر احنا كنا عايزين زي ما اتفقنا في الاول الانتنشن، انا كنت عايز اخس ليه؟ ده اول حاجه. لو هناخد اكزامبل او مثلا بتاع الخساسين، احاول افكر نفسي بيه، احاول ان انا كمان احيط نفسي بالناس اللي هي عندها نفس الهدف بتاعي. يعني لو لقيت نفسي برجع لورا ولا مش مبسوط ومفيش فايده، ابدا ان انا اشوف مين تاني بيشاركني نفس الهدف ده، او مين عنده خبره في فكره الخساسين، فابدا ارجع له واساله واتكلم مع ناس ليها علاقه بالموضوع ده. مش لازم ان انا اروح لدكتور، بس ممكن اتكلم مع ناس. الميديا دلوقتي بتدينا الفرصه ان احنا نتكلم ونسال، طب انت بتعمل ايه؟ طب انا بعمل ايه؟ غير كده ان انا احاول ارسم لنفسي، او احنا بنستخدمها في الكوتشنج كتير، فكره هو انت لما ده يحصل هتبقى حاسس بايه؟ لو عدينا المرحله دي انت تحب تحس بايه؟ ونرسم الصوره دي. يعني ممكن تلاقي نفسك بتقص صور سيمبلي، ممكن اقعد اقص صور من الجرايد، انا هبقى قادره اجيب اللبس ده، قادره اجيب الحاجات دي، قادره اعمل الحاجات دي، واحطها قدامي وابدا اشوفها واخد منها خطوه خطوه، واكسر الهدف مره تانية. انا ما عرفتش اجيب الخمسه، طب خلينا في الواحد، طب خلينا في النص، وكل مره احقق حاجه ابدا اكافئ نفسي عليها واشارك غيري فيها. يعني ممكن سيمبلي تاخد البوست زي ما انت كنت بتقول قبل الهوا، الناس بتبعت على الجروب ده والجروب ده والجروب ده، ممكن ابدا اقول لاصحابي انا هعمل جروب عن كذا كذا، وابدا ابعت كل الانجازات اللي انا عملتها، او انا حققت ده يا جماعه النهارده، انا كنت عايز اعمل كذا، واشارك غيري. ده بيديك احساس بالمسؤوليه، انت ما ينفعش تحبط تاني ان بقت في ناس كتير بتبص لك وبتلوك اب تو يو، او اكتشلي متطلعين ان هم يبقوا زيك، فده بيخليك عندك مسؤوليه كده، لا انا هرجع تاني واكمل تاني. بس هو السؤال برضو ان انا اخرج من نقطة الاكتئاب دي ونقطة نضوب الطاقة دي، انه خلاص ما عنديش طاقة، مش قادر تاني. عارفة الاحساس ان لما حد يحس انها خلاص قفلت، ازاي يخرج من المنطقة دي نفسها؟ ازاي منين الحل؟ يعني يبتدي منين يخرج؟ طبعا هو ممكن يخرج بان هو يجي اللايف كوتش ونقعد نتكلم معاه ونتكلم اكتر، بس لو دلوقتي هنلعب مع بعض لعبه كده، لعبه انا بكسب وبخسر،
ماشي، اي لعبه فيها خساره وفيها مكسب، انا جالي احباط وخلاص، انا عارف ان انا دلوقتي في الوقت ده انا محبط مش عايز اعمل حاجه، ايه اللي ممكن اخسره؟ هخسر مثلا ان انا مش هعرف اروح الشغل وانا مبسوط وعارف اضحك مع الناس، هتعب جدا عشان اضحك زي ما انت كنت بتقول من شويه واشحن تاني. هخسر ان انا يبقى عندي ثقه في البرزنتيشن الجايه اللي انا هعملها، فدي خساره انا قادره اتحملها ولا لا؟ هبدا اسال نفسي هل انا اقدر افورد او اقدر اتحمل دلوقتي ان انا ما يبقاش عندي ثقه ان انا ما اتعاملش مع الناس مثلا. طيب ايه المكاسب لو انا بدات مره تانيه؟ لا ان انا هبدا احس ان انا مثلا بنزل، فانا خدت خطوه، فانا بقى اتليست ان انا بعمل حاجه، فحاسس ان انا مش مقصر في حق نفسي. بس هو الاحباط جزء من الطريق، طريق الوصول للهدف، ما حدش قال ان هو كان ممهد، لكل حد حقق هدف كبير طريقه ما كانش ممهد. يعني لو انت بتقول على العادات السفن هابتس، ما حدش قال ان الطريق كان سهل لاي حد، هو لازم يبقى فيه ان انا اقع، وده جزء من التجربه نفسها، لازم ابقى مؤمن ومقتنع بده، لان الوقوع ده بيوريني نفسي وبيوريني قدرتي وبيوريني مين ممكن يساعدني ومين انا محتاجه اتخلى عنه ومين اكتشلي بينفع ان هو يكمل معايا، فساعتها هقدر اخد قرار تاني واكمل مره تانيه. لكن الاحباط هو جزء من الجيرني، هي اتس بارت من او هو جزء من التجربه اللي انت هتمر بيها علشان توصل لهدف كبير. وخلينا برضو نقول مفاجاه للناس، انه الناس قعدت مئات السنين فاكره انه لازم تحصل حاجه كويسه عشان انا ابقى مبسوط، او لما تحصل حاجه وحشه انا لازم ابقى حزين واتضايق. العلماء اكتشفوا بعد مئات السنين انه لا، انت المسؤول عن سعادتك او شقائك زي ما بيقولوا، انت اللي بتدخل وبتخرج الناس جوه، انا ما اقدرش اغير، وانت اللي تقدر تغير الاحساس. بالظبط. يعني جربوا مع ناس كتير واقعد قول لنفسك انا سعيد وافرد وشك، وبعد شويه العقل لوحده هيستوعب وهياخد القرار ان انت مبسوط، وان انت حتى مجرد الضحكه نفسها هتديله لا ده مبسوط. على فكره عقلنا از يعني على قد ما هو ممكن يكون معقد، على قد ما هو كمان بسيط، بحاجات بسيطه جدا اقدر اخلي نفسي فعلا مقتنع ان النهارده لو كويس بكره لازم يبقى احسن، وبعده لازم يبقى احسن واحسن. لكن لو انا استسلمت للشعور اللي هو الاحباط او الشعور اللي مش ايجابي، انا لو بصيت لعبه او لعبت لعبه مع نفسي، طب انا كسبت ايه وخسرت ايه؟ هلاقي نفسي محتاج ان انا ابالانس، انا قادر دلوقتي اخد قرار واتحرك، ولا انا محتاج ان انا لا اقف شويه كده وازعل على نفسي؟ مش حاجه وحشه خالص. طيب زي ما ببسط نفسي، ايه الطرق اللي الانسان ممكن يخدع بيها الاحساس الاحساس اللي بيبقى متملكه ده، ان هو طاقته خلصت؟ وانا بقول يخدع الاحساس مش يخدع نفسه، هل هو يغير يعمل حاجه جديده يخرج يعمل ايه الحيل اللي هو ممكن يخدع بيها الاحساس ده عشان يحط نفسه في مود تاني كويس ويبتدي تاني يتحرك؟ فاكر الورقه بتاعت الهدف بتاعنا اللي هو لازم يكون محدد ولازم يكون صغير واعرف اقيسه ويبقى ليه وقت معين؟ يا ريت لو كلنا نبقى عارفين نعمل ورقه زي دي. ما بقولش ان احنا ممكن ورقه ممكن نكتبها على الموبايل، ممكن نعمل فيها اي حاجه، بس يبقى عندي الورقه دي دايما موجوده، انا كنت عايز ايه وبعمل ايه ووصلت لايه. لو عنده الورقه دي هقدر ارجع لها مره تانية وابص عليها وافتكر، فساعتها هبقى قادر ان انا سمارت، اللي هي اختصار سمارت. يس، سمارت او سوات، اللي هي ايه الحاجات اللي انا كويس فيها قوي افكر نفسي بيها، ايه الحاجات اللي انا محتاجه اشتغل عليها، ايه الفرصه اللي انا كنت مستنيها. طب قولي لهم بقى سمارت، يعني انا عارفها ممكن. طيب. الناس ممكن ما تكونش كلها عارفاها. طيب سمارت، سمارت او سوات. سمارت هو ان انا بحط لنفسي هدف محدد، زي ان احنا قلنا انا عايزه اخس 5 كيلو سبيسيفيك، محدد محدد لاول ده في خلال 12 شهر بمعدل 500 جرام كل شهر، انا محدداه لابعد الحدود. المجر بتاعي هيبقى الميزان، لو انت عايز تاخدها الميزان، ممكن يكون شكل الهدوم بتاعتي عليا، ممكن يكون الان بادي بتاعي، لو انت حد بيروح الجيم والرياضه فانت عايز تشوف الان بادي بتاعك، ده المجر بتاعي. الاتينابيلتي او ان انا اقدر احققه واقعي، ان انا ما اختارش ان انا يعني انا وزني 150 كيلو وعايز اتحول ان انا ابقى موديل، او ان انا عمري في حياتي ما خسيت بمعدل 25 كيلو مثلا في الشهر، وانا قررت لا انا الشهر ده انا عايز اخس 20 كيلو، هي عمرها ما حصل، ما فيش اي حاجه في التاريخ. فانا بحاول ان انا اكون واقعي في اختيار ده، الاتينابيلتي والرياليستيك، او ان هو مش كمان بس ان هو يبقى واقعي، لا يكون عندي الموارد اللي تساعدني على ده. يعني انا قررت ان انا اخس، فانا عارف ان انا هحتاج ان انا اشتري في البيت خضار اكتر من اللحوم مثلا، او من الحاجات اللي فيها كربوهيدرات، عيش وحاجات زي دي، وابقى عارف انا هستحمل ده ولا لا. بالظبط، وابقى انا كمان عارف ان انا استحمل، دي مهم ان انا استحمل واللي حواليا كمان يستحملوا، لان انا ممكن اكون مش عايش لوحدي،
ممكن يكون معايا ناس كتير سواء في الشغل او في البيت، هيجيبوا اكل تاني، فهم هل هم بيساندوا القرار بتاعي ده ولا لا؟ قادرين يساعدوني ولا موضوع لا؟ مسندة القرار دي بقى، دي حاجة انا مختلف معاكي فيها شوية. الناس ما بتس يعني المساندة المعنوية ممكن تبقى على الفيسبوك، ممكن تبقى كلمتين حلوين، لكن ساعة الجد هو طب الناس هتاكل، ما هو مش هيعذب هو روحه عشان خاطري يعني. هو هي بص اكيد يو هاف يعني برضو انت ليك وجهه نظر، بس لو اللي احنا بنتكلم فيه خساسان علشان ابقى صحتي احسن والناس دي بتحبني ومهتمه بيا، فاعتقد ان هم كمان هيشجعوك على انك تعمل ده على الاقل. يعني هم ممكن ياكلوا حاجه ويعملوا لك انت اكل معين او يجربوا الاكل بتاعك. هو الهدف في الاخر انت عايز تخس ليه؟ عشان كده الهدف ما بيكونش ان انا اخس وخلاص، انا عايزه اخس ليه، اللي هي الخطوه اللي قبل ما اختار الهدف. ايه نيتي من الخساسين؟ طيب عشان سمارت ما تعرفش مننا، كانت اخر حاجه التايم باوند، يس، اللي هي تكون محدده بفتره زمنيه، يكون ليها جدول زمني. والجدول الزمني ده زي ما قلنا في الاول طويل الامد او قصير الامد. يعني انا ممكن اقول خلال السنه وبعمل لنفسي زي كده ايه نقطه نظام كل شهر، كل شهر عشان اتاكد ان انا ما بعدتش عنه. فده وامسك ورقه وقلم واعلم انا عملت المطلوب مني النهارده بالظبط. الورقه والقلم من الحاجات اللي بيقولوا اكتر الناس اللي هم انجح ناس في العالم بيستخدموها لغايه دلوقتي برغم التكنولوجي، بيحبوا يستخدموا الورقه والقلم. انت ساعتها بتستخدم اكتر من حاسه من الحواس اللي ربنا اداها لنا عشان تعبر عن اللي انت عايز توصله. فعينيك هتفكرك، ايدك هتفكرك، افكارك هتفكرك، كل ده بيخليك فعلا شايف الحاجه دي كانها حقيقه وتشوفها قدام عينك. لما تشوف اللي انت عملته كل يوم تقدر تشوف قدامك رسمه كده او بيان بالحاجات اللي انت عملتها، بعد شويه هتبقى مفتخر بيها، ده اقل حاجه. او الصور بتاعتك، ممكن اخد لنفسي صوره كل فتره ايه التغيير اللي بيحصل وبص عليها وافتكر. حتى دي هتساعدنا في النقطه اللي هي بحتاج اشحن نفسي فيها، افتكر انا في الشهر ده كنت عارفه اعمل ده، انا اللي عملته مش حد تاني، وانا اللي كنت عايزه. انا بشكرك جدا لايف كوتش سلافا عبد الغفار، نورتينا، ونتمنى انه الناس تستفيد من ده وتقدر تطبقه في حياتها. ميرسي ان شاء الله. ثانك يو. ميرسي جدا مشاهدينا، دي كانت نهايه فقرتنا. اعتقد انه مهم جدا ان احنا لما نحدد حاجه عايزين نعملها نبقى مواظبين عليها ونحاول ان احنا نلتزم بيها، لان هو ده السر في اي تغيير في حياتنا.